ونبيل تاش هاد مسرح الجريمة اللي دير في يديك؟ الجريمة هي اللي كتعرض لها التعليم دابا المعلمين والمعلمات بالقانون الأساس. ومالهم؟ مالهم؟ اطلق داك الراك نقول لك مالهم اطلق. أنا معاهم. مع وشكون هادو؟ التدريس. أها. المعلمة والمعلم. وفاش معاهم؟ في الإضراب اللي دايرين. دابا أنت السي التونسي مع الإضراب. أنا ماشي معاه، ولكن وصل السيل الزوبة. ها فتح الأندلس. ولا سعفوني أنا يبقى مفتوح. أنت شنا هو؟ إضراب البشر، إضراب. وعلاش هادشي كامل؟ وأنت راه هادشي كامل ما معروفش علاش. كيفاش ما فهمتش يا نبيل؟ وأنت شكون اللي فاهم؟ الله يرحم باك بلا ما تسطيني، اشرح ليا. أنا غنشرح لك. وملح معايا. القانون الأساس. مالو؟ مجحف. ها؟ زعما الا ما درش سيدة او رجل التعليم ما ينفعوش. ويلي لهالدرجة؟ وانت واش على اقل حاجة تشطيب؟ يشطب كاع. وانت اللهم يشطب ولا يخرج يطلب. مالهم ياك مهلين فيهم. باش؟ وهادشي اللي كيقولوا. هادشي اللي كيقولوا، اما الواقع راه والو، راه واصلة بهم القعدة ما صح. والوزير اش كيقول؟ الوزير كيقول لهم حنا ما كندويوش، حنا كنخدمو. وما قال عيب. جد العيب. انت اش كتقول يا نبيل؟ كي سمعتي؟ ترى نص الخدمة ديال الوزير هي الهضرة. تواصل، والنص الاخر هو الخدمة. وسمعت يا ابن موسى؟ وفرحنا ونوينا فيه الخير، قلنا السيد كان في الداخلية ومخلي صنعة زوينة تما، ولا حق هذا غالمعلم حيت قصير. وهاك الطير في هاد الشيء ولد التونسي. دابا حنا غير اللي قال كلام الحق ولا يطير. وهادوك التلاميذ على من ذنوبهم؟ على اللي حارم الأساتذة من حقهم. أنا باقي معاهم. ماما، أنت شكون هادو؟ المعلمين والمعلمات. وانابيل واش هاد الحلقة غندوزوها غا على المدرسة؟ وترى خارجوا منها وضربوه. ويلي. أييه قريهم اللي وصلوا يخدم يخلي ضاربوك عاد. البوليس. والمخازنية. لا نابيل الحشومة. تقولها لهم هما الناس خارجة تدوي على حقها، عطيه ليها والسلام عليكم. عليكم السلام. المعلم كي جاكم؟ مظلوم والله حرام. وانت حنا واش هاد التعليم اليوم مغلين في الناس ديال الإدارة؟ واللي عندو 40 تلميذ في القسم يتسنى إعارة. بابا بعلق فيا أنت هو كوثر. تبقاو فيا مني وجبد، نكون معلم وتضرب وتلهى لي قري شي حد. وراه قال لك غيزيدوهم 900 درهم المعلم. مقسم على 3 سنين، سير عبدي وانا وراك. وجاب الخبارة ولد التونسي. وراه معلم. وزيد اش تم. والخصومات كاين غا ناقص، ما جيتيش ناقص، درتي الإضراب ناقص، نتوما اش عاطينهم باش تنقصوا لهم؟ وراه القانون يا نبيل خاصو يجي وما خاصوش يدير الإضراب. ودير ليه تحفيزات. كافئوا، شجعوا، وماشي غير الوعيد والتهديد. أييه كاينين أساتذة ما كيديروش خدمتهم. وشنو يديروا معاهم؟ بيهم، ولكن يعطي اللي كيدير خدمته حقه. معقولة؟ وكاينين معلمين اللي لاباس عليهم، خدامين هنا وليه؟ هدا، كيفاش خدامين هنا وليه؟ خدامين عمومي وخصوصي وزايدين حتى بالسوايع، وإلا كاين شي قانون يمنع ربيهم، ولكن يعطي الآخرين حقهم. معقولة؟ وكاينين معلمين اللي خاص هما اللي عاود يعلمهم. هذا إلا تبت عدم أهليته ديال القانون، ولكن يعطي لذاك الكفر حقه. وهادوك التلاميذ على من ذنوبهم؟ وذنوبهم على اللي ما عطيش المعلمين حقهم. أنا معاهم المرة مليون. معاما، أنت شكون هادو عاوتاني؟ ثالث. وأطلقنا نبيل الله يرحمكم. طلقوا لهم رزقهم وطلقوا. أنت شكون هادو؟ المعلمات والمعلمين. واش حنا هاد الحلقة كاملة غندوزوها في القسم، ما كاينش استراحة. يلا فاصل ونواصل. سعادة وزير التربية والتعليم. عندك جيل دابا مكلختها هو فعادك، كتقلب على أجيال أخرى مكلختها هي ديال المورا، مابقاش هاد تعتيتك، خلي المشاكل. نبيل، واش أنت باغي تسد لينا ولا شنو؟ ياك حرية التعبير. وراه ماشي لهالدرجة. علاش أنا غنقادها دابا؟ أنا نقاد. والوزير. راك غير كتخربق. والمصيبة انت سكتنا انت اش كتقول؟ وترى المصيبة هو داكشي اللي كيتقال في مواقع التواصل الاجتماعي. كاتبين عباد الله صاحبي بلا حياة بلا حشمة بلي الأستاذ هو السبب ديال الأزمات النفسية ديال التلاميذ. زيد. وكاتبين بلي راهم شبعوا فلوس. كمل. غير فلوسهم هي. غالبا هادوك يكون دوك الكوسا اللي ما داروا والو في حياتهم وكيبغيو يلصقوا على الاستاذ حقا كان شاد معايا بالضبط كتصاوب النواوي. والنواوي والنواوي انت خلينا في الصبوره والطباشير. تباشير بشر هيئه التدريس على ان حقها قادم لا محاله، لا الناس اللي في الخدمه لا الفئه المتقاعده. راه كتبان واعره ولد التونسي. ساليو هاد الحلقه قبل ما قبل اش يا نبي؟ قبل يسدوا لينا. وعارنا على من؟ عارنا على اللي ما عاطيش الاساتذه حقهم. تعليقاتكم كتهمنا وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.